من أجلك عشنا يا علي نفدي بالروح وراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجل اليوم رانا في مدينة مرسى بن مهيدي ولاية تلمسان، واليوم رانا في رحلة من أجمل الرحلات اللي عشناها، وخاصة في هذا الكوفيد 19. اليوم رانا في هذه الصبيحة هذه رانا في رحلة لتنظيف هذا المكان هذا الجديد، وهو لوبرج دي جان هنا الجديد في مرسى بن مهيدي. واليوم رانا مع جمعية دار الشباب بلدية الحناية وجمعية البيئة وجمعية رحالة، ونشرفوا بالأخ. الأخ عرفنا بروحك. السلام عليكم، معكم الأخ عرب أمين، عضو جمعية البيئة وناشط جمعوي. واش قلنا على هذه الرحله؟ واش غادي انت، واش من الهدف تاع هذه الجمعيه؟ احنا ان شاء الله الى ربي كتب تطوعنا لمبادره في تنظيف هذا المحل الجديد الذي هو مفخره للولايه ولابناء المنطقه. ان شاء الله نتمنى يكون صرح في افاده للشباب ويبقى على حاله او يتطور الى ما احسن ان شاء الله. ونعاود نشوفوا ناشط جمعوي اخر، وهو سي عبد القادر بن علي من جمعيه البيئه ثانيك. واش قلنا؟ صباح الخير سي بن علي. صباح الخير والسلام عليكم، ونشكرك على المبادره خويا. احنا لكنا انا شرفنا باش نجيو لهذا بيت الشباب الجديد اللي موجود في مرسى بن مهيدي، وكنا من يعني اللي اختاروهم كاع في الولايه ديال تلمسان لي ميزون دو جون، اختاروا بلديه الحنايا، اختاروا دار الشباب الحنايا. نعرفوا باللي بلديه الحنايا دائما ناشطه في هذا الميدان هذا. والحمد لله احنا رحنا نمثلوا كاع الشباب ونمثلوا تقريبا الجمعيات كاع ان شاء الله. جينا في حصه تطوعيه، عندنا ما نخدموا اليوم، وان شاء الله نشكروا الناس اللي دارت فينا الثقه واتصلت بالمدير دار الشباب وشو يعني شرفونا بالدعوه نتاعهم. ونعاود نشوفوا مع المدير دار الشباب الحنايا. صباح الخير سيدي، واش تقولنا على هذه الرحله هذه؟ واش الهدف من هذه الرحله هذه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. جائحه كورونا باش ما نبقاوش في الركود، بدل المؤسسه راها مغلوقه، حاولنا تكييف النشاط حسب الجائحة، ومن ثم اتجهنا نحو العملية التطوعية، منها تنظيف بعض الأماكن على مستوى بلد الحناية، تنظيم طوابير على مستوى مركز البريد، تعقيم بعض الإدارات. بالنسبه لتنظيم الطوابير مازال العمليه متواصله، حتى ان بعض المتطوعين هناك من ظن انهم موظفون في المركز البريدي، ومن هنا ننادي ونناشد مسؤولين قطاع البريد باش يوظفوا لنا على الاقل واحد ولا زوج من هاد المتطوعين على مستوى البريد. واليوم رانا على مستوى مرسى بن مهيدي، هناك مخيم الشباب روعه. نشوفوا سيد المدير، نشوفوا دائما النشاطات اللي تقوم بها دار الشباب الحنايا، ولهذا دائما في كل خرجات ولا وتكونوا مدعوين باش ديروا هذه الخرجات هذه. ما هو الشيء اللي خلاكم دائما انتم
قائمين بهذه النشاطات. السر في العمل مواظبة. زيد واش من كلمات زيد تقولها لنا؟ شكرا. نشوفوا تانيك مع رئيس جمعية البيئة سي حافظ سحنون، واش قلنا على هذه الرحلة هذه وهذا التطوع اللي رانا قائمين به في المرسى بالمهيد؟ أخي واش نقول لك، هذا واجبنا نديره، عندنا دعوة مع مديرية الشباب والرياضة. احنا في أي لحظة في المجال تاع التطوع رانا واجدين، في أي مكان في الجزائر مستعدين باش نديروا التطوع. التطوع هذا خير رانا نقوموا به. أولا رانا نقصوا جميع تاع على كل شيء. أنا نظن هذه الفكرة اللي قادرين نعاودوا نرجعوا بها إلى الماضي اللي كانت فيها التويزة وكانت فيها الناس تعاون بعضها بعض. واش تقولنا في هذا الاقتراح؟ أكيد تشوف هالغابات هذه العملية تاع التطوعية تويزة، تسجيل تاع هذه الغابات تشوف فيها كانت قاحلة، وعاود من التويزة اللي كانت كاينة، ولهذا احنا ماذا بينا نطالبوا ولا نشغل للربي ولادنا ولا الشباب تاعنا على هذه التويزه. اكيد هذه من اهداف بعيده المدى، هذا هو توعيه الشباب بحمايه البيئه وحب التطوع والغرس والسقي والبناء والتشييد. ان شاء الله المستقبل مازال باقي قدامنا ان شاء الله سنوات قبل والان. الحمد لله عدنا خطوات كبيره اديناها، ومازال باقينا متفائلين بالمستقبل، متفائلين بالمستقبل اجمل ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك. كما قال اخي عبد الحفيظ حنون رئيس الجمعيه الولائيه المنظمه الولائيه نتاع البيئه، شكراه. هذا احنا كما علمونا في الصغر نطوعوا باش نقيوا بلادنا، يعني كبرت هذه استادير خلقنا كبرنا فيها، كبرنا عليها وين ما نمشيو نغرسوا وين ما نمشيو نقيوا. الحمد لله ان شاء الله هذه رساله موجهه الى الجيل الصاعد اللي كان اللي راه يحشم حتى باش يلبس الجيليه وينقي، ويحشم حتى باش ينقي عن دارهم باش يرفد عن دارهم يستنى ماه ولا يستنى البلديه تجي تنقي له عن دارهم. حنا هذه رساله موجهه الى الجيل الصاعد كما خلاونا جدودنا وغرسوها فينا، ماذا بينا نعلموها لولادنا ان شاء الله. هذه الغابه راه عندها 30 عام، تخيل انت يكون ما غرسوهاش الناس اللي قبلنا، احنا ما نخلطوش عليها ما نصيبوهاش، نصيبوها صحراء قاحله وهي مكان للراحه، ولكن ولكن لكن تبقى الثقافه تاع النظافه وتاع الرميه تاع الاوساخ، الثقافه تاع المواطن اللي مازال هذه الثقافه مازال ما تعلمناهاش. بكل صراحه ما نكذبوش على رواحنا، الثقافه تاع المواطن قليله بزاف من هذا المشكل هذا نتاع التطوعات، وراه يخدم بلاده. علاش يمشيو كيمشيو خارج الوطن يخدموا بالسيف عليهم وهنا ما يخدمش؟ هذا هو المشكل. نخدم بلادي وافتخر، وانسان ثاني كيدير بخوف الله في قلبه هو الاول. وشكرا. بعد ما شفنا هذا المقر الجديد هذا تاع بيت الشباب اللي مرسى بالمهيدي، ونشوف مع التطوع تاع الجمعيه تاع دار الشباب بلديه الحنايه اللي راهم قايمين بهذا التنظيف هذا، ورانا نضمن نشوف المقر هذا راه بيت الشباب هذا راه جديد وراه نقي، وان شاء الله يحافظوا عليه وان شاء الله يفتحوه عن قريب بعد ما راه مغلوق على الشباب. نظن يجي نهار ويفتحوه، المقر راه جديد وشباب وكل شيء، وراهم قايمين بالنظافه. ونشوفوا هذا البيت الشباب اللي راه جديد هذا، راه عاد خاصه التأتيت تاعه، خاصه صوالح اللي باش يولي يقوم بالدور تاعه هذا. هما يغيروا لخاطر هذا الوطن تاعنا. صح، الا ما نقيناش احنا ما كاينش اللي نقيه، ودار كما يقولوا الناس بكري، الدار تنبنى مواليها وتنخلى مواليها، الا كان مواليها ما يخدموهاش ما يبنيوهاش اسمح لي. هنا ونظن انا الشباب تاع الحنايا معروف يتطوع في جميع الاماكن في كل عام، ما شاء الله تحفز وراه خارج لهذه الصوالح، يعني يقول له عندنا يوم تطوعي
نتاع البيئه في بلاصه فلانيه وصلنا واش يجيك. الحمد لله حتى كان ناس مواطنين اللي لاباس بهم يقدموا هدايا رمزيه سواء دي كاشكروت سواء الماء سواء ما هي الرساله اللي تقدمها للمسؤولين خاصه مديرية الشبيبة والرياضة اللي قائمة على هذا المشروع هذا، واش تقدم لهم كرسالة؟ نقدم لهم رسالة إن شاء الله يهتموا مليح من هذه البيوت الشباب اللي كيما هكذا، وماذا بهم يزيدوا خاطر مازال منقوص بزاف، البيئة فيها باريزون رانا نشوفوه ما شاء الله، ولكن خاصه تأسيس، خاصه ليكيبمون، خاصه الجارديناج، خاصه الجارديناج، ها الورد ما كانش، راح نشوفوا بها راه كاينين شجرة، وكانوا غرسوا الشجرات وبالي ماتوا. ما كملش خطرة علاش حنا توجور ينقصوا ونسمحوا بصح كمل اخويا خاص لا كونتينياسيون المداومه هذه درك هاني كراها مضروبه وورد وغاز وما شاء الله بعد كيف فتحوا هاد لوبرش هاد بيت شباب اللي جا في موقع استراتيجي بحري ما شاء الله السياح يجيو من جميع العالم يجي وكيشوفوا الله يبارك الخدمه ما شاء الله حتى الستيل حتى هاد لوبرج هذا جاي مشروع وجاي مشروع لا 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 باقي التأسيس تاعها باقي صوالحها ماما لا كاليتي دوبرج هكا تكون سيرتو اللي جاي على الساحل زعما ما شاء الله القرمود وش غادي نقول لك زعما مول الفكره هذا مول الارشيتكتور تاع الصحه شكرا.